للأسف تقريبا كل يوم في حادثة تعدية على صحة. ورطوطة جاية من ورا وشها كله مش عارفة ملامحها من الدم. إذا كل اللي حصل ده ممكن يخلينا أو يخلي أي حد من الصحفيين يوقف حق استحالة. يغلقوا أبواب الصحافة بالمصر ما دام إن هو الصحفي أصبح هو مجرم وأصبح إرهابي. بالتالي أنا بوجه رسالة على الكل، لا مجال للمزايدة على الصحفيين المصريين الشرفيين.